بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي محبي وعشاق الرياضة أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عشاق قناة القرن، قناة النادي الأهلي العظيم، تحية من القلب نتمناها لكم بمتابعة اليوم قبل الختام لبطولة الأندية الإفريقية الأبطال رقم 37. مباراة النهاردة بقى بتجمعنا كده برضو في لقاء مصري خالص. بالأمس طبعا كان سموحة وطيران، النهاردة الأهلي بطل الدوري للنسخة 2017-2018 مع سموحة اللي قدر امبارح باقتدار كده وبندية منقطعة النظير يفوز على نادي الطيران 3-2. فريق سموحة طبعا صاعد بقى بسرعة الصاروخ كده، بقاله أكتر من 4 أو 5 أعوام وبيحتل المراتب بقى المختلفة ما بين مركز ثالث والرابع ومن الفرق الجيدة جدا. وإن كان بقى كان تعرض لترك كده المديرين الفنيين اللي اسمائهم كبيرة قوي زي الدكتور فؤاد عبد السلام والكابتن جابر عبد العاطي، ولكن بقى جيل الشباب اللي تولى فريق سموحة من بداية كده الموسم السابق وعمل معاه نتائج جيدة جدا، كان بقيادة كابتن طارق الزفتاوي، وصمم بقى امبارح هو وكتيبة نادي سموحة للفوز كده في مباراة أمس ووصوله لدور الأربعة. مش جديد على سموحة وصولهم لدور الأربعة، بالأخص إن سموحة كان في النسخة 2016 برضو في الأربعة الكبار لبطولة إفريقيا، وبيواجه النهاردة النادي الأهلي نادي القرن صاحب أفضل الإنجازات على مر التاريخ سواء بقى في بطولة الدوري أو الكأس أو إفريقيا والعرب. مع بعض كده من البداية بعد بقى أخذ الصور التذكارية للفريقين مع مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي بقيادة الدكتور عمرو علواني وبعض بقى من قيادات مجلس إدارة النادي الأهلي ومدير البطولة. وادي هنا بنقدم الأول فريق سموحة، بنزوله كده أرض الملعب، وكان امبارح طبعا عمل طفرة كده الكابتن طارق الزفتاوي بنزول شريف عبد الرؤوف رقم 7 وقلب فعلا الملعب وغير من استراتيجية الإرسال اللي كنا بننادي بيها وحول فرقته من تأخر لتقدم 3-2. كابتن خالد الفيومي ومحمد أشرف رقم 4، شريف عبد الرؤوف رقم 7، مروان عبد الباقي رقم 8، يحيى محمد رقم 9، رامي السعيد ليبرو الفريق رقم 10، محمد أبو ريا 11، ممدوح توفيق 12، أدهم محرم 13، أمير جربوع رقم 15، وأنا بنده اسم أمير بالفرنسي فبقولها جربوا، و16 منصور محمود، ويسري مصطفى رقم 20 ليبرو، و23 شريف أيمن، المدرب أو المدير الفني طارق الزفتاوي، عمر إبراهيم راشد المدرب العام، إبراهيم جمعة دكتور، وليد عبد العزيز مدير البعثة. النادي الأهلي طبعا حفظتوه حضراتكم بقى وغني عن التعريف، ولكن برضو سريعا كده نديله حقه ونقول إنه حامل لقب بطولة إفريقيا 12 نسخة منذ إنشاء أو منذ انطلاق بطولة إفريقيا في 1980، ومديره الفني محمد مسلحي، مدرب عام تامر مجدي، مساعد مدرب محمود جمعة، محلل تقني محمد زكريا، أخصائي علاج طبيعي هيثم عاطف، مخطط أحمال الحسن عبد المجيد، مدلك عبد الرحمن مكي، مدير إداري خالد أبو زينة، إداري أيمن علي، طبيب الفريق محمد شوكت، طبعا مع حفظ الألقاب للجميع واحترامنا واحترامهم لنا. اللاعبين صانع الألعاب رقم 2 عبد الله عبد السلام كابتن الفريق، عبد اللطيف عثمان، عبد الحليم عبو، عبد الرحمن حسين، محمد عادل، أحمد عبد العال، حسام يوسف، محمد عبد المنعم، أحمد قطب، شكر الجويني، وأحمد سعيد، ويوسف حمد الصافي أصغر لاعبي لاعب في الفريق، محمد معوض ليبرو الفريق، ومحمد رمضان ليبرو الثاني. على بركة الله كده نبدأ اللقاء، وكلنا أمل في أي من الفريقين، طبعا هو داخل النهائي، ولكن طبعا بنميل أكتر شوية إلى النادي الأهلي صاحب قناة القرن، واللي بينقل لكم كده الأحداث الرياضية أول بأول. وطبعا هتلاقونا بقى بنميل شوية في التعليق أو في الوصف
ولكن طبعا هنحاول بمنتهى الحياديه ننقل لكم اللقاء والوصف اللي حاصل بالظبط. عبد الله عبد السلام في الارسال الاول ليه بعد كسر ارسال امير، واول ارسال لعبد الله وطيران وكره جامده جدا ولكن استقبال جيد، ومن منتصف الشبكه بتقابل بلوكات قطب وحليم، وتاني بقى ولكن تاتش كده في ايد قطب بيلعبها ادهم محرم رقم 13. ناخد بالنا برضو للنادي الاهلي، وزي ما قلنا بالامس ان فريق سموحه عنده مشكله في استقبال الارسالات الفلوتر، والارسال السبايك ممكن ما يبقاش ليه قدره كبيره على استقبال فريق سموحه، وهنشوف بقى اثناء اللقاء هيحصل ايه. ولكن بقى بعكس النادي الاهلي عنده قدره على استقبال اي انواع من انواع الارسالات سواء الفلوتر او السبايك. وشكري الجويني كده رقم 16 بيبدا من بدايه اللقاء وبيلعب ارسال فلوتر سريع، والكره كده كانت استقبال جيد المره دي وبتتدرب برده في التاتشات، وادي عبد الله بقى بيودي كره في مركز 4. احمد سعيد ما بيكدبش خبر على طول ويشكر عبد الله على الرفعه الجميله وياخد نقطه مباشره لفريق النادي الاهلي. 3 الاهلي 1 سموحه، ومازال شكري على الارسال وارسال تاني خطط ياهو، ولكن استقبال برده جيد قوي من رقم 17 محمد رضا سنتر بلوك فريق سموحه، وبيلاقي كده تاخير شويه من البلوكات كان لازم يساعد احمد سعيد ويضم مع عبه. ومحمد رضا على الارسال من فريق سموحه، وثلاثه الاهلي 2 سموحه، ارسال سريع وادي استقبال جيد واكتر من رائع. زي ما قلت لحضراتكم ان النادي الاهلي بيستطيع استقبال كافه انواع الارسالات، وده لان في تنويع داخل فرقته اصلا، ففي التدريب بيكون اللاعب بيلعب ارسال سبايك قوي وارسال فلوتر، فبندرب المستقبلين على انواع الاستقبال وبياخدوا مواقف لعبه حقيقيه. وان كان بقى فرقه سموحه برده عندها استقبال جيد جدا للارسال السبايك القوي، ولكن شويه في الارسالات الفلوتر بتلاقي مشكله وبيحاول يعالجها الكابتن طارق الزفتاوي بنزول ناس بتجيد هذا النوع من الاستقبال، وبيهرب كده قط بريست ايديه ويضرب في اللاين تعمل تاتش خفيف في ايد البلوكات، واربعه الاهلي 3 سموحه. يرجع عبو على الارسال. طبعا قلنا لحضراتكم الالقاب دي بيحبها اللاعبين وبيحبوا نندهلهم بيها، وادي هنا ارسال سريع واستقبال كده جيد، وكره من فوق حوادث الصد الادهم ولكن خارج الملعب يا ادهم. واضح قوي ان فرقه سموحه مركزه على تاتشات حوادث الصد، لانها تعلم جيدا ان حوادث الصد للنادي الاهلي جيده جدا، بالاخص ان سناتر البلوكات عبد الحليم وعادل ما شاء الله تميزوا بالطول الفارع 2 متر و11، وعندهم الاطراف سواء المعد عبد الله عبد السلام او قد من مركز 2، الاثنين ما شاء الله اطوال برده عاليه وبلوكات جامده جدا. وان كان سموحه عايز يتعب الاهلي شويه ممكن يلعب من ناحيه مركز 2 لفريق سموحه، اي من مركز 4 لفريق الاهلي، عنده اللاعبين هناك ممكن يكونوا قصار القامه الى حد ما، ولكن البلوكات عندهم مش متقنه زي الناحيه بتاعه قطب وعبد الله عبد السلام. هنشوف كده بقى حوار كلا المدربين مع بعض وهيسفر عن ايه، والاثنين من جيل الوسط، طارق الزفتاوي برده اظن مواليد 71 او 72، والكابتن ميدو مسلحي برده من جيل 1972. وادي كره هنا بارسال قوي ومن المنطقه الخلفيه، ولكن كانت سهله كان لازم نعمل عليها دفاعات قويه معوض انت وشكري جويني. والمباراه كده بدات بنديه واضحه قوي من بدايه اللقاء، وان كان تاريخ الفرقتين مع بعض في بطوله الدوري الممتاز للنسخه السابقه فوز الاهلي مرتين على فريق سموحه. ارسال ادهم سريع واستقبال ما نقولش عليه جيد جدا، ولكن قدر ينقذ كورته احمد سعيد وطلع بقى كافئ كده فرقته، قال لهم معلش على الاستقبال اللي كان خارج منطقه الثلاثة متر، ولكن طلع بكره قويه جدا ضرب في نفس مكان ليبرو الفريق السكندري وهرب كده من البلوكات بنقطه مباشره. وكره كده من احمد سعيد بارسال فلوتر، ولكن كان ضعيف احمد سعيد، وادي بقى الراجل هنا بيضرب رقم 16
منصور محمود اللي بادئ المباراة النهاردة وما كانش بادئ مباراة امبارح، كان نازل مكانه مروان عبد الباقي، وبيرجع أبو ريا كده رقم 11 على الإرسال. 6 سموحة، 7 الأهلي، وأبو ريا بيلعب سبايك مع الوزب كده خفيف واستقبال رائع وجيد، وشكري الجويني بيحاول بريست إيديه ولكن البلوك بيقفش منه الكرة المرة دي. وادي بقى قطب بتاخد كده ايد حواط الصد وتعمل باندا وتنزل في منطقة الثلاثة متر الأخارة من الملعب، ما بتلاقيش تغطية من فريق سموحة. الوقت المستقطع الفني الأول، وبيوصل الأهلي للنقطة الثامنة، سموحة 6. وطبعا بقى لسه ما سخناش كده مع المباراة عشان ندخل في الإحصائيات والداتا فولي، ولكن هنكلمكم عن اللقاءات للفرقتين. في الدور التمهيدي فاز الأهلي على 5 فرق بنتيجة واحدة وهي 3-0 على السجون الكيني والشرطة الإيفواري وإسبوار الكونغو الديمقراطية ونيمو ستار الأوغندي وريد سكين من ليسوتو. وسموحة فاز بنفس عدد الماتشات برضو 5 مباريات واحتل المركز الأول وفاز على الفاب الكاميروني وأهلي بنغازي بنتيجة 3-2، وفاز على الشرطة البنيني وجامعة زيمبابوي ومونجانزا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 3-0. في دور الثمانية الأهلي فاز بالأمس على الخدمات الكيني ممكن نقول بسهولة شوية 3-1، ولكن السموحة برضو فاز ولكن بصعوبة على فريق نادي الطيران، والاثنين زي ما قلنا كسبانين فوز الطيران بانه دخل في بطولة افريقيا المرة الاولى، وفوز سموحة بانه حقق نتيجة طيبة ودخل للادوار قبل النهائية، وبيلاعب طبعا بطل البطولة النادي الاهلي للنسخة 36. وادي هنا جملة خططية عالية جدا وسوء استقبال او تمركز من عادل، وبتيجي كده الكرة في ايديه، ولكن بقى لازم سموح هنا تحافظ على الارسالات وما يبقاش في خطأ ورا كرة بيكسبها عشان يقدر يميز الفارق. 9 الاهلي، 7 سموحة. عبد الله في اللفة الثانية في المباراة هيلعب ارسال سبايك مع الوزب قوي، وزي ما احنا شايفين الاستقبال رائع وممتع من ليبرو فريق سموحة رقم 10 رامي السعيد، وبترجع كده هنا بتراي عالي، وادي كرة من مركز 2 منصور بيضربها ولكن ما كانش فيه تغطية عليها بتنزل داخل ملعب فريق سموحة. عشرة الأهلي، 7 سموحة، وما زال عبد الله على الإرسال، وإرسال قوي جدا واستقبال برضو معقول. وأدي أمير بقى بيصنف إعداده كده، وكرة بيضربها شريف عبد الرازق شريف عبد الرؤوف وهو بيقع، ولكن أحمد سعيد يرد عليه هنا بنقطة مباشرة، وبدأ الأهلي شوية يتألق كده ويستخدم بقى القادمون من الخلف ومنطقة خلف الثلاثة متر، ويطلع أحمد سعيد بنقطة مباشرة يحقق التقدم للأهلي 11-7. وما زال إرسال قوي جدا ولكن استقبال خاطئ داخل ملعب الأهلي، وكرة تانية بيأكد عبد الله إنه يقدر يميز فرقته ويلعب في كل مكان. وهنا بقى نلاقي أحمد سعيد دخل في المنطقة التانية من الضرب الخلفي، عارفين إن الضرب الخلفي كان روتيني جدا بالنسبة لفرق المتوسطة من مركز 6 أو مركز 1، ولكن في الفرق العالية بيستغلوا البتوين ما بين 6-1 وما بين 6-5، ودلوقتي عبد الله فعلا استغل النقطة دي، دخل سريع مقفول على سنتر البلوك وركب الكرة في البتوين لأحمد سعيد ما بين مركز 5 و6 في المنطقة الخلفية، وطلع بدون حوائط صد، شاط كرة قوية جدا بنقطة مباشرة، وبكده يقدر يستفيد ميدو مصلحي من التسعة متر بتوع الشبكة. لو قسمناهم لتسعة أجزاء هنلاقيه انه بيستخدم اكتر عدد اجزاء ممكن للهجوم وللتأثير على الفريق الاخر. 12 الاهلي، 7 سموحة، وما شاء الله الجماهير زايدة النهاردة عن امبارح، عارفين بقى ان دي الادوار قبل النهائية وبيسعوا كده للبطولة رقم 13. وعبد الله ما زال على الارسال، لعبوا بريست ايديه كده لكن ما خدمتوش بقى الشبكة، وباد لك يا عبد الله، تنزل الكرة في ملعبه وينتقل الارسال لسموحة.
محمد معوض على الشاشه بيستعد كده لاستقبال ارسال منصور رقم 16 منصور محمود، بيعلي كورته وبيضرب ارسال سبايك وخارج الملعب. يا منصور خدوا بالكم ما يحصلش ان الارسالات تضيع منكم كتير، فنبدا نهدر في النقاط ونبدا بعد كده نقول الشوط ضاع مننا، لازم من الاول كده نسيطر على ادائنا عشان تبقى مباراه قويه واللي يفوز فيها هو الاكفأ داخل ارضيه الملعب. وطبعا من خلف الخطوط بقى المديرين الفنيين، وادي بقى احنا قلنا ان حوائط الصد عند النادي الاهلي قويه جدا، ولازم نحط كده تركيبات معينه عشان نوقف لاعبي السنتر ونطلع بسناجل بلوكات. 14 الاهلي 8 سموحه وشكري جويني واستقبال رائع، وادي زي ما بقول لك اهو، ولكن دفاعات جيده جدا وعبد الله بيحط كره سهله وركب تاني يا امير وتركيبه كده، ولكن شفته بقى جاي متاخر عبد الحليم وقدر يضرب الراجل الكره بنقطه مباشره لادهم. وان كان طبعا هنا الخلخله اللي حصلت في النقطه اللي قبلها من امير ورفع كره كده بيه باص في منتصف الشبكه لمحمد رضا اللي طلع ضربها بقدر خلت حليم يبقى مضطر انه يطلع معاه في كل كوره، وده اللي بنقوله بقى من الشغل الخططي اللي اكيد هيعمله الكابتن طارق الزفتاوي عشان يوقف تقدم بلوكات النادي الاهلي. وادي كره قويه هنا ولكن تغطيه رائعه من شكري وتاني في مركز اربعه وصاروخ ارض او جو زي ما تقول قول على احمد سعيد المتالق حتى الان، وبتهالي كده ممكن احمد او اود بينافسه على افضل ضارب في البطوله نظرا طبعا للاحصاء بتاعتهم اللي هنقولها لحضراتكم مع التوقف. حليم او عبو على الارسال 15-9 وكره ثانيه بجمله خططيه، ولكن يا منصور ما خدمتكش الكوره، والرفعه جيده جدا من امير وبدا بقى هنا يستغل هو كمان المناطق الخلفيه او القادمون من الخلف ويرفع الكوره في بتوين الشبكه اللي بتحقق نقطه، ولكن الكوره ما تعديش كده فالنقطه للنادي الاهلي 16-9. الوقت المستقطع الثاني و16 الاهلي 9 سموحه. طبعا كان في لقاء كده مع الكابتن او اللواء خالد ابو زينه المدير الاداري للنادي الاهلي، وافاد ان في بقى خبر رائع جدا استقبلناه كلنا بصدور كده رحبه، وهو ان هيستقبلوا اطفال مستشفى 57 357 في نهائي البطوله الافريقيه، وتم التنسيق مع مدير البطوله كابتن رؤوف عبد القادر لارسال باص لاحضار الاطفال من مستشفى 57 357، وده في حد ذاتها لفته رائعه جدا من النادي العظيم والجمهور العظيم جمهور النادي الاهلي، والنادي الاهلي بقيادته بقياده محمود الخطيب يرجع ان شاء الله بالف سلامه لارضه وبيته، ويكون بقى هديه كده بيقدمها لاولاده في النادي الاهلي باستقبال عظيم لاطفال مستشفى 57 357، واستقبال عظيم كده للكاس رقم 13 اللي هتخش النادي الاهلي ان شاء الله، وكلنا تفاؤل وامل فيها. وادي بقى شريف عبد الرؤوف بيضرب كده كره في تاتش البلوكات حلوه جدا يا شريف، مع انك دخلت بدري ولكن بصيت كده على ايد البلوكات وضربت في ايد احمد سعيد، لازم امسك الكره سعيد. 10 سموحه 16 الاهلي، والارسال مع شريف ارسال سريع ولكن استقبال جيد ورائع، وتتعكس كده لقطب كانت مزنوقه شويه يا عبد الله، ولكن قطب بينتش الكره كده برست ايديه في ايد حوائط الصد الفرديه ادهم، وبيحقق نقطه مباشره للنادي الاهلي. قطب بيرجع على الارسال ارسال قوي مع الوزب بنقطه مباشره قويه جدا في مركز خمسه بتكون موجهه على ادهم لاعب المنطقه الاماميه في مركز اربعات، اولا عشان ياخره من الصعود للشبكه، وفي نفس الوقت بيلعب عليه ارسال قوي بيبقى عارف ان هو مركز في الاتاك اكتر من الاستقبال. هل هيكرره تاني قطب ولا ايه؟ ولعب فعلا ارسال قوي مره تانيه، كان هنا بقى بدا يلم كده منصور ناحيه ادهم شويه وسابوا النص التاني للليبرو، فقطب غير ريست ايديه ولعب في البتوين ما بين
الليبرو ما بين منصور ما بين رامي السعيد كده رقم 10 ومنصور، وحط نقطه مباشره الثانيه على التوالي لقطب وللنادي الاهلي. بالامس طبعا كانت مباراه زي ما قلنا سموحه والطيران، واللي فاز فيها سموحه 3-2، وانا اعتذرت امبارح لفرقه سموحه اني ما عرفتش اجيب اي معلومات وما عرفتش اتواصل مع اي حد منهم، وطبعا الناس بقى فهموا ان انا بقول عن فرقه طيران كتير فمعنى كده ان انا بقطع فيهم، ولكن انا بنقل الامور كلها بحياديه، ويمكن حضراتكم والمتابعين لينا ان شاء الله بيشوفوا كده انا بنقل الامور حتى على النادي الاهلي، بقول مين عمل كويس ومين عمل وحش، وبقول تاريخ او السي في بتاع كل لاعب والتاريخ والسي في بتاع المدربين، وديت حاجه ما ينفعش طبعا التزييف فيها عشان مصداقيه القناه، وانا ملتزم بميثاق الشرف كده الاعلامي ان انقل الامور كلها بمصداقيه. فطبعا عذرنا الكامل ان احنا لو ما جاتلناش معلومه من النادي اللي موجود داخل البطوله ما بيبقاش تاثير مننا، لاننا عندنا افضل جهاز اعداد بيبدا يقوم على تجميع البيانات وبينقلها لنا اول باول. ارسال كده كان ضايع من قطب و19 الاهلي 11 سموحه، بيرجع ادهم على الارسال، ادهم محرم رقم 13، عبد الله كده بيطلب منهم تامين بقى حافه الشبكه او المنطقه الخلفيه، بيقول لهم خدوا بالكم من اللاين، وادي عبد الله اهو بخبرته العاليه 35 سنه ما شاء الله عبد الله بينصح زمايله، وبيرجع سعيد على الارسال، ارسال سريع من سعيد ومؤثر جدا على رامي السعيد، كان مقدم الراجل ومرحل ناحيه منطقه سته كده بيحاول يغطي على الضريبه شويه عشان يستقبل لهم الكره بارتياحيه يخليهم يضربوا من الاماكن الخلفيه، ولكن بقى احمد كورتو كانت سريعه جدا راح المركز خمسه وخدعت كده رامي شويه وما لحقش يلم ايديه فيها، ولكن بنقطه مباشره، وادي هنا رامي استقباله جيد جدا، وان كان بس التمركز في الكره اللي فاتت هو اللي ما كانش كويس، لكنه طبعا مهاري جدا ولعيب عنده اقتدار عالي في تقييم مسافه الكره، وبيرجع الارسال تاني لابو ريا 12 سموحه الاهلي 21 مع عكس الارقام بقى، وادي كره هنا من شكري باستقبال خاطئ وتزاحم كده ما بين عادل وعبد السلام، نتمنى ان هو يكون بسلامه ان شاء الله، وكره كده كان فيها خطوره شويه ولكن الحمد لله عدت بخير. 13-21 اتحسبت ايه؟ اتحسبت شبكه على لاعبي سموحه. 22 الاهلي 12 سموحه، وادي تاني دوله وارسال ساقط كده، وعبد الله بخبرته ما يقدرش يدخل ايديه جوه للكوره فطلع بشبه سلبيه كده، حط كف ايديه بس لمس بيها الكوره فعلا، وامير هنا بقى بيعترض، ولكن تعترض على ايه يا امير؟ الراجل هنا خبير جدا وعنده خبره عاليه قوي، يا دوبك ثبت ايديه كده ان الكوره هي اللي جات له، وطبعا اقنع الحكم ما يقدرش يتكلم فيها ولا يعمل فيها حاجه، وكره منطقه خلفيه لشريف عبد الرؤوف وترجع لسن الشبكه، وردها لهم هنا منصور بكره عاليه جدا، ومنصور بقى بيبص كده لزمايله ما حدش احسن من حد، واذا كان عبد الله عملها فانا برضه عملتها بنفس الطريقه، وجميله جدا يا منصور، وسرعه استيعاب عاليه قوي من منصور، وبرضه عبد الله كان بيحتج على الحكم، ولكن انت ضحكت بقى على الحكم كده في كره عبد الله وردها لك منصور. خالد الفيومي كابتن الفريق وصاحب الارسالات اللولبيه زي ما بنقول، بيرفع الكره كده بطريقه فيها سوين عالي قوي ويلمس الكره، ولكن المره دي ما خدمنوش الحظ فيها والكره ما تعديش. يا خالد معلش باد لك، امبارح عمل بيها فارق كبير لفريق نادي سموحه بارسالاته وبدفاعاته القويه جدا، واللي كان مميز فيها لانه لعب بيتش فتره وكان مميز في الفتره دي، وفضل خالد في الملعب اهو وبيرفع بقى كوره في مركز اتنين، وكوره جامده جدا من منصور، وخالد بقى هنا خد باله ان البلوكات في مركز اربعه عند النادي الاهلي اقل شويه، هي ممكن تكون عاليه وكل حاجه ولكن اقل بقى من عبد الله عبد السلام واقل من قد، واختار النقطه الاسهل شويه ورفع في مركز اتنين. ارسال عادي خالص واستقبال من احمد سعيد، وعبد الحليم نتش كوره كده من فوق حوالات الصد تاخد جسم خالد وتطلع خارج الملعب، كوره كانت من ارتقاءات عاليه جدا ما شاء الله، وما قدرش كده شريف عبد الرؤوف يطلع بلوك في مستوى عبد الحليم،
ولكن طبعا نقطه بقى تنهي الجيم 25 الاهلي 14 سموحه، ومباراه على قد ما النتيجه فرق فيها ب 11 نقطه ولكن مباراه نديه وحماسيه، وحسم النقاط بيكون بصعوبه جدا للنادي الاهلي. انتهت بقى مباراة طبعا طلائع الجيش مع السويحلي الليبي، وبعد ما كان فايز 2-0 اخذ كده السويحلي الليبي الشوط الثالث، وكان الاداء متعصب شويه في الشوط الرابع ووصلوا لنقطه التعادل لاكثر من مره، ولكن قدر طلائع الجيش بستر ربنا وبخبراته داخل الملعب انه يفوز كده 3-1. وكانت مباراه صعبه جدا، وكل اعضاء الجهاز الفني والاداري واللاعبين في طلائع الجيش افادوا بان هم يحترموا فريق السويحلي الليبي اللي قدم مباراه رائعه، وبيقولوا فعلا ان ليبيا فيها فولي، والسويحلي كان بيتكلم عن نفسه وهيلعب كده بقى على المركز الثالث والرابع، منتظر المهزوم من مباراه الاهلي وسموحه. المشوار في البطوله رقم 37 كان اطول شويه من المشوار في البطولة في النسخة السابقة، لأن طبعا الأهلي كان فاز على بافيا الكاميروني في النسخة السابقة في دور المجموعات 3-0، وعلى الترجي التونسي 3-0، وعلى أهلي بنغازي 3-1، ولعب 3 ماتشات بس في الدور التمهيدي، لكن في البطولة دي لعب 5 ماتشات، وكان الطريق أطول، ممكن ما كانش أصعب ولكن كان أطول. البطولة السابقة كان في 3 فرق مميزين جدا في دوري المجموعات، كان معاه بافيا الكاميروني والترجي التونسي واهلي بنغازي، لكن مع احترامنا للفرق طبعا كلها، الطريق في الدور التمهيدي في البطوله النسخه رقم 37 ممكن كان فيها شويه السجون الكيني، وسبوار حاول يعمل شو شويه مع النادي الاهلي لكن ما قدرش. وطبعا المباراه دي عايز افكركم ان عبد الله عبد السلام مسك الارسال من 1-0 وصل للنقطه 20، طبعا مش ارسالات موجهه بنقط مباشره، ولكن قدر يحافظ على ادائه لمهاره الارسال اللي سهلت الهجوم على فرقته. وطبعا زي ما بنقول الطريق كان اسهل شويه وبس اطول، وقابله طبعا في البطوله اللي فاتت بافيا الكاميروني والترجي التونسي واهلي بنغازي، 3 فرق من الاسماء اللي ليهم باع طويل في الكره الطايره. ونكمل مع حضراتكم بقى بعد استئناف كده الشوط الثاني. 1-0 للنادي الاهلي نادي القرن، النادي اللي عايز يهدي بطوله ثانيه لمجلس ادارته بقياده طبعا كابتن محمود الخطيب. 25-14 الشوط الاول، وزي ما قلت تاريخ الفريقين مع بعض في الدوري العام في النسخه 2017-2018 هزيمه نادي سموحه من الاهلي مره رايح جاي في الادوار النهائيه. عبد الله كابتن فريق النادي الاهلي، وطبعا عارفين كلنا مواصفات وقياسات عبد الله عبد السلام، طوله 1.94 متر، سنه 35 سنه، عنده ارتقاء للهجوم 3.36 متر وللبلوك 3.20 متر، وادي ارسال مع استقبال رائع جدا واكثر من رائع كمان، ولكن هنا بقى منصور بعد ما ضرب كورته كده او عمل فيها اسقاط عدى من تحت الشبكه ولمس الحافه السفلى للشبكه زي ما شايفين، وده طبعا بيعتبر خطا. وعبد الله الارسال الثاني ليه، ولكن استقبال اكتر من رائع من منصور، والمنطقه الخلفيه لشريف لادهم، عفوا ما تعديش الحافه العليا للشبكه يا ادهم. و2-0 في بدايه الشوط الثاني، كان شكري كده ساحب على الملعب بره وبيقولوا انه خد بلوك، ولكن هي نوت باص يا شكري، بيحاول كده يأثر نفسيا على معنويات فريق سموحه. وادي الارسال الثالث لعبد الله خارج ال 3 متر المره دي لادهم، ومنصور في ايد الثلاثة بلوك، ولكن تغطيه جيده من ادهم، وتاني منصور ضرب على التاتش، وفعلا كره ملامسه لحوائط الصد الاهلاويه. 1-2 الاهلي، بيرجع كده امير على الارسال رقم 15 المحترف في صفوف نادي سموحه، ارسال قوي وسريع ولكن استقباله اللي من احمد سعيد خارج ال 3 متر. وادي شكري كان بيحط كره بريست ايديه وراح لها فعلا محمد معوض باقتدار، ولكن
سوء تقدير كده للكرة، نزل فيها متأخر فخرجت بره الملعب، ولكن كان التحرك فيها سليم جدا و100% من محمد معوض. اتنين سموحة، اتنين الاهلي، وامير تاني بيلعب على احمد سعيد برضو، واحمد بيحاول يقرب الكرة من منطقة 3 متر عشان السريع يشتغل، ولكن ضربة قوية جدا من قطب في ايد حواط الصد كده بتطلع خارج الملعب. شكري الجويني ارسال سريع واستقبال جيد جدا من رامي السعيد، وكرة كده من المنطقة الخلفية ومحاولة ناجحة جدا لفريق سموحة يرجع كورته في ملعب النادي الاهلي، وبيعكس بقى الاداء واللعب كده باقتدار عبد الله عبد السلام، ويرمي كرة في مركز اتنين لقد ما بيكدبش خبر بسنجل بلوك مع شريف، وبيثبت محمد رضا كده ما بيقدرش يروح يضم على شريف عبد الرؤوف، ونقطة في ايد البلوكات من شكري جويني. ارسال شكري، وادي استقبال جيد، وكرة في مركز اربعة، عفوا كانت من ايد قد الكرة اللي اتضربت، وادي كرة تاني في ايد قد بقى خارج الملعب، استغلها كده شريف عبد الرؤوف. يرجع منصور على الارسال، ارسال قوي واستقبال معدي كده الحافة العليا، ولكن دفاعات قوية جدا من شكري جويني، وضربة من منتصف الشبكة تخرج خارج الملعب، ولكن شوف بقى الاستقتال والدفاع اللي بنقول عليه، كرة مضروبة قوية جدا في منتصف ملعب النادي الاهلي، وترجع بتفنس عالي قوي، تبص تلاقي دخلها تاني فريق سموحة يضرب خارج الملعب. 5-3 حليم على الارسال او عبو زي ما هو بيحب ان احنا نندهله، واستقبال رائع من رامي السعيد، وادهم بيطير عالي جدا، ولكن لسه مش لاقي طريقه مع بلوكات النادي الاهلي حتى الان، وعبد الله بيشد كره عابره للكرات، واحمد سعيد بيتمطع بقى ويلاقي سنجل بلوك شريف عبد الرؤوف، ويضرب كره مش عايز اقول لكم طلعت قد ايه من على الارض، ما شاء الله يا احمد يا سعيد. وطبعا بقى عشان الناس ما تزعلش مننا، ولكن انتوا شايفينها حضراتكم في الكاميرا وتقدروا توصفوها اكتر مننا. تاني عبو ارسال سريع وقوي، واستقبال خاطئ المره دي من منصور، تروح على سن الشبكه متقشره كده يصطادها دولا على طول، لا ده كان احمد سعيد اللي اصطادها وما لبستش في ايديه احمد سعيد، وكان طمعان فيها شويه، ولكن 7-3 للاهلي. وعبو ارسال سريع تاني باستقبال ممكن نقول عليه معقول من ادهم، وبيضرب كده مع الثلاث حوائط صد، ولكن قلت لحضراتكم بقى مش لاقي طريقه خالص مع حوائط الصد العاليه جدا من النادي الاهلي، وكوره كده حسبها الحكم نوت باص، وفي عصبيه في الاداء لامير ما شفتوش عليها قبل كده، امير كرباوا او امير جربوع زي ما بيقولوا له، وطبعا العصبيه دي هتنجم عن ايه يا امير، انت المايسترو بتاع الفريق لازم تهدى شويه ويشوف لك حل بقى بدري كده لكابتن طارق الزفتاوي ينبه عليك ولا ايه. الجمهور العظيم للنادي الاهلي والنسر المحلق بقى اللي قلنا لحضرتكم كده تاريخ تغيير الشعار للنادي الاهلي منذ بدايه انشاؤه، ومع التوقفات كده هنعيد على حضراتكم تاني عشان اللي ما سمعش شعار النادي الاهلي اتاسس ازاي او كان شكله ايه، هنقوله له تاني ان شاء الله. تمانية الاهلي 3، وعبه بقى بياخد تعليمات الارسال كده طبقا لوقفه الروتيشن او الاستقبال بتاع نادي سموحه، وعبه بيلعب ارسال وكان عايز يسقطه كده على ادهم، ولكن ما تعديش الكوره، وسموحه هنا بيندهوا على بعض بقى عشان يحمسوا بعض كده في الاداء، ورجع محمد رضا على الارسال بيستعد كده بخبط الكوره طبعا في الارض عشان ياخد احساسها شويه، وفلوتر سريع واستقبال رائع من احمد سعيد، وادي دولا ابن نادي سموحه اللي رجع واتعاقد بقى مع الاهلي بقاله سنه ودي السنه الثانيه ليه،
وضرب كده الكوره من منتصف الشبكه، كان قاعد لها محمد رضا لكن كانت قويه قوي. وادي نظام الاحتراف والدكتور طارق الادور طبعا اللجنه الاعلاميه بقى، وطبعا بنقول نظام الاحتراف ان اللاعب النهارده يبقى مع نادي وتاني يوم يلعب ضده او في الموسم اللي بعده يلعب ضده، وهو ده نظام الاحتراف. ومفيش حاجه اسمها افوت بقى عشان ده النادي بتاعي او انا متربي فيه، مفيش الكلام ده في نظام الاحتراف. شريف عبد الرؤوف رجع على الارسال والنقطه الخامسه لسموحه، وخارج الملعب يا شريف، الكره ما لبستش في ايديك، استعجلت فيها شويه. دبل سكور 10 الاهلي 5 سموحه. وادي هنا عبد الله بقى بيقول للديفنس يقف في 6، وادي اهو كره خارج الملعب تاني، وبدا يفرق الاداء والسكور 10 11 الاهلي 5 سموحه. كور كتير بيرفعها امير في منتصف الشبكه، ولكن محمد ابو رايه ما بينجحش هو ومحمد رضا في كسب النقاط. ممكن تكون استراتيجيه جيده من الكابتن طارق الزفتاوي انه بيحاول يلعب سريع كتير عشان يوقف سناتر البلوكات حتى لو الكره هتتاخد منه، ويبدا بقى السناتر تركز معاهم ويبدا يرفع عليه اطراف الملعب او القادمون من الخلف. وطبعا استراتيجيه احترم عليها، وان كان حتى الان لسه لعبته ما بتنفذهاش باتقان، وضرب الكرات كله بيكون خارج الملعب. طلب الكابتن طارق الزفتاوي مدرب او المدير الفني ليه سموحه وقت مستقطع، واللي بيها 11 الاهلي 5 سموحه. وادي هنا الجماهير بقى داخل صالة النادي الأهلي، وأحمد سعيد على الإرسال، وإرسال طويل واستقبال جيد ورائع جدا من منصور، ومن المنطقة الخلفية أدهم نازل كده بيحمس نفسه ويشجع نفسه. وأنا شايف إن النقطة اللي قبلها كان عبد الله قال لهم أوفوا الديفنس في 6، وهنا كان اتحرك كده أحمد سعيد ناحية كروس الضرب، وكان المفروض يثبت فعلا في 6، لأن دي أنا شايف إنها نقطة الضعف في النادي الأهلي من المباريات اللي شفتها مع فرق ممكن تكون ضربت كتير في المنطقة دي، واكيد هتتعالج مع النهائي بقى. دولة على الارسال، ارسال سريع واستقبال غير متقن المره دي يا اسلام يا رامي السعيد. وتاني عبد الله بيعكس جسمه وبيطلع كده قطب من غير بلوكات وبنقطه مباشره قوية جدا، والتكنيك بتاع الإعداد ده بيشابه كده تكنيك أمير برضو بيعمله كتير، يطلع يبقى ظهره للشبكة وبعدين يواجه الشبكة بدوران كده 180 درجة بيخلخل البلوكات وما تعرفش إيديها ترفع فين. وعبد الله بقى مع فارق الطول طبعا بيتميز فيه أكتر وأحسن. ودينا شايفين أهو رقم الضرب من 1 بيضرب في مركز 6، ولكن هنا شد الكرة في مركز 4، ودفاعات من دولة ولكن غير متقنة يا دولة، معلش باد لك. طبعا بقى مشرفنا في الاستديوهات الكابتن هيثم كده وضيوفه الكابتن ممدوح اسماعيل وكابتن جابر عبد السلام نجوم النادي الاهلي والمديرين الفنيين داخل النادي الاهلي. خرج محمد رضا من سنتر الشبكة، ابو رايه على الارسال، وادي معوض بيجهز كده الاستقبال جيد من ابو رايه، ولكن ابو رايه اختار انه يحط لنا الكوره خارج الملعب ويريح الجميع. و14 الاهلي 7 سموحه. نرجع تاني لدبل سكور، وان كان ظاهريا المباراه فيها نديه ولكن طبعا النتيجه بتعكس الاداء، ودبل سكور 14 7 بيدل على حفاظ على الاداء على وتيره عاليه قوي من النادي الاهلي، وتفريط في الاداء من لاعبي نادي سموحه اللي بيحاولوا كده يدخلوا بالتدريج وياخدوا نقاط متتاليه، ولكن بيكسبوا نقطه وتلاقيهم خسروا وراها نقطه او اتنين، وده اللي بيعمل الفارق. واللاعب بقى رقم 9 يحيى محمد نزل لارضيه الملعب دلوقتي بديل من محمد رضا، هو سنتر بلوك جيد. وادي هنا ارسال كمان بيعمق ويزود جراح سموحه في الشوط الثاني، و16 في التكنيكال تايم اوت الثاني، 16 الاهلي 7 سموحه.
في التكنيكال تايم اوت نقول لحضراتكم الشعار بتاع النادي الاهلي النسر المحلق اللي قام شريف صبري بيك كان عضو النادي الاهلي وكان خال الملك فاروق ساعتها وصمم اول شعار للنادي الاهلي في 1917 وكان شكل بيضاوي كده مزين بتاج الملك المصري في الطرف الاعلى منه وهو كان يرمز طبعا للحكم الملكي وقتها بمصر وكان طبعا وقت ذلك كان مصر ملكيه وبعدين في 1917 كان في النسر في النص بقى النسر المحلق وفضل الشعار ده من 1917 ل 1952 وبعدين جت ثوره 53 يوليو 23 يوليو 1952 وغيرت التاج وشالته خالص من الشعار واقتصر على النسر المحلق فقط وفضل الشعار ده هو الشعار الرسمي للنادي الاهلي حتى 2007 وجه بقى ساعتها قبل كده طبعا في 56 كان الرئيس جمال عبد الناصر اعلن قبوله بالرئاسه الشرفيه للنادي الاهلي في 17 يناير 1956 وكان ده تقدير للدور الوطني اللي قام بيه وتغير بعد كده الشعار في 2007 ليصبح هو النسر المحلق ومن تحت الشعار كده كتب بالانجليزيه نادي القرن ودي قصه بقى انشاء شعار النادي الاهلي حتى الان. نرجع لمباراتنا اللي فيها فرق سكور عالي جدا واللي خلاص بتعتبر الصوت ده بيلفز انفاذه الاخيره كده و 18-7 بفارق 11 نقطه زي ما نهينا الصوت الاول 25-24 وزي ما قلت لكم اذا كانت المباراه بتميز بالنديه في الاداء ولكن طبعا بيحسمها الاهلي بنديه النتيجه وتفوق واضح بنقاط متتاليه واضحه قوي لخبره وعملاقه كده فريق النادي الاهلي. ينتقل الارسال لسموحه وانا شايف النتيجه لسه ما اتعدلتش. سموحه المفروض 8-19 ايوه كده وترجع كده عبد الله عبد السلام وكره جامده قوي من منتصف الشبكه يضربها حليم يرجع شكري على الارسال مع استقبال جيد واستقبال رائع واعداد كده لمنصور اللي بيضرب كره من مركز 2 قويه جدا وبيتعصب منصور كده في الاداء ولكن طبعا قوه الكوره بقى خليته كده يسكت ويرجع على الارسال. 9 سموحه 19 الاهلي وادي هنا كره قويه من منصور بتضيع جهده ونتيجته كده ونتيجه فريقه وتوصل ل 20-9 عفوا. الاهلي 20 سموحه 9 وارسال قوي من عبو ولكن استقبال متقن من رامي السعيد وبيدخل عليه على طول من منتصف الشبكه بنقطه مباشره. توصل سموحه للنقطه العشرة 10 سموحة 20 الأهلي ويرجع يحيى على الإرسال بعد أدائه ليه ضربة ساحقة قوية كده من منتصف الشبكة ويحط سموحة تاني في الأداء الممتع وكرة كده من استقبال غلط من أحمد السعيد وتعمل إسقاط كان لازم تغطية يحيى أنت عليها أنت أقرب ما تزعقش لزمايلك أنت كنت أقرب للكرة ودي منطقتك أنت. الله يقضب على خبرتك وكان ممكن يا يحيى فعلا نجيبها معلش. يرجع تاني قط بكده على الارسال وادي وقت مستقطع بيطلبه الكابتن طارق الزفتاوي. يا ترى بقى لسان حاله هيقول لفرقته ايه؟ هيقول لهم حاولوا تحافظوا على الاستقبال المتقن عشان بدانا نشغل نص الشبكه ولاعيبتنا بدات تضرب اهو من اطراف الملعب زي منصور اللي ضرب كره قويه في النقطة اللي قبل فاتت وبيحاول هو يقول لهم العبوا ارسالات مؤثرة اكيد على احمد سعيد لان هو اللي مهزوز حتى الان في الاستقبال واعملوا دفاعات قوية وان كان بقى حوادث صد الاهلاوية قوية جدا ابدأوا اضربوا على التاتش بس باتقان شوية عشان التاتش يبان وده اكيد اللي هو قاله لهم دلوقتي وده طبعا توقع مننا مش تدخل في شغل حد وبنحاول كده ننقل لحضراتكم الاداء هيوصل لفين. قب على الارسال 21 الاهلي 10 سموحه
ارسال قوي من قد وياخد الحافه العليا للشبكه ويستقبلوه باقتدار سموحه. وادي كوره في ايد عبد الله عبد السلام من ادهم رقم 13 بنقطه مباشره، وينتقل الارسال مره اخرى لفريق نادي سموحه. سبعه شريف عبد الرؤوف على الارسال، ارسال سريع المره دي ولكن استقبال من شكري، ومش كورتك يا عادل. عادل بياخد الكور الون العاليه، الكور البي دي بيضربها بريست ايديه وينزل لمستوى الشبكه، وان كان لو في بلوك قوي شويه من ابو ريا كان ممكن ياخد الكوره دانك. وادي هنا الكاميرا بتجن على طول على ابو ريا، عارفه ان هو خطاه. واحمد سعيد بقى بيرجع تاني بارسال سريع على ادهم، وادي ابو ريا بيضرب من منتصف الشبكه، لكن عصام معوض او محمد عصام معوض اراها، وقطب ضرب من المنطقه الخلفيه وكانت اوت دي عصام، وتاني من منتصف الشبكه احمد سعيد بيضرب في اصابع البلوكات. بتهيألي كده ممكن يكون بقى الراجل دوت بينتقم ولا ايه مش عارف، ولكن احمد سعيد متالق حتى الان في الضرب العالي. ادي احمد سعيد، عارفين طبعا بقى لاعبي الاهلي وسموحه والجيش والطيران من لاعبين المنتخبات، فبيبقى بينهم كده حوار طبعا بكل شياكه وكل ادب داخل الملعب، وبيحاولوا كده انا بكسبك لا انا اللي بكسبك، فبتبدا كده في بينهم وبين بعض مداعبه جميله جدا، وبتبقى دي الروح مطلوبه على فكره عشان تخلق تنافس بين لاعبي الانديه توصلنا لافضل المستويات في المنتخبات. 12 سموحة 23 الأهلي، وأول مشاركة لمروان عبد الباقي داخل صفوف سموحة، واستقبال كده ما كانش مقنع من أحمد سعيد، وكرة فيها تاتش لاين ولكن خارج الملعب بيسكت عليها كده شكري جويني لأنه عارف أنه ما ضربش الكرة بطريقة مظبوطة، وإن كانت فيها يعني ملامسة بسيطة كده، ولكن طبعا القرار الأول والأخير للحكم. و13 23 مروان تاني إرسال، مروان عبد الباقي، وكرة فيها بايلاك تنزل في ملعب النادي الاهلي بعد كده ارتطامها بالشبكه. ونفتكر امبارح مروان ما كانش في الفورمه، لكن النهارده بقى شكله عايز يعوض ولا ايه. مروان رقم 8 لكن استقبال جيد من احمد سعيد، منطقه الخلفيه القطب، وهو بيضرب كده يسحب ايديه لتحت قوي ويلف ريست ايده على خارج الملعب، يعمل في الكره تاتش زي ما احنا شايفين، وربنا يحميك يا قطب فعلا ما شاء الله بتجيد الضرب من الاماكن الخلفيه والاماميه على الشبكه. ونقطه واحده تفصلنا عن التالق والفوز بالشوط الثاني. وادي اسقاط هنا من امير بعد ما خدع الكل بقى، طلع انه بيرفع كده وتعلب فعلا امير دوت، وزي ما احنا شايفين اهو. وان كان المفروض شكري جويني يمسك منه الكره كويس. 15-24 ابو ريا على الارسال، ارسال قوي وسريع، وكره كانت استقبال مزنوق، وعبد الله في المنطقه الاماميه عمل كده زي بلوك بعد ما دار في حوالين مركزه 180 درجه، وحط الكره في ملعب النادي سموحه ويكسب كده الشوط الثاني بنفس النتيجه او ما يقرب من 25-15. الشوط الاول كانت 25-14، وتالق واضح للاعبي النادي الاهلي. وهل بقى يحافظوا على ادائهم وتالقهم، ولا سموحه هيكون ليها كلام تاني وتبدا تضغط على مراكز اللعب كده في النادي الاهلي وتضعف الاستقبال عشان ما يدخلش السريع اللي حتى الان مؤثر جامد جدا على فريق سموحه. وادي بقى الجمهور الرائع طبعا للنادي الاهلي، نادي القرن، النادي العظيم، نادي الوطنيه. الدكتور عمرو علواني، وطبعا بقى الكابتن هويدا موندي ظاهرين كده على الشاشه، الاتحاد الافريقي. طبعا مباريات امس كان فيها الداتا فولي الخاصه بيها كان في فريق سموحه، كان البيست سكولر كان
شريف عبد الرؤوف عمل 55 محاولة منهم 33 في الاتاك وحقق 15 نقطة لفرقته ومنهم 18 كرة في البلوك عمل منهم 4 إيس ومنهم 17 كرة في الإرسال عمل منهم كرة إيس والإجمالي بتاعه 55 محاولة حقق منهم لفرقته 16 نقطة. لو جينا لفريق الأهلي هنلاقي إن البيست سكورر كان أود وعمل إجمالي محاولات 60 محاولة حقق منهم 20 كرة إيس منهم سبايك أو الهجوم 29 كرة حقق منهم 14 إيس ومنهم 10 كرات في البلوك حقق منهم 6 بلوكات بنقطة مباشرة ومنهم 21 كرة في الإرسال عمل منهم 4 نقط مباشرين. ونلاقي كمان كان ليه دور في الدفاعات وعمل 7 محاولات في الدفاع طلع منهم 5 إكسلانت أو 5 على إيد المعد ومنهم الإجمالي طبعا بتاعه كان مشترك بقى معاه في الاستقبال ولكن طبعا أحمد قد استقباله طبعا ما كانش هو الاساس في الاستقبال ولكن جات عنده كرات 15 محاولة طلع منهم 5 كرات متقنين. مع بداية الشوط الثالث نرجع كده لأجواء المباراة اللي حتى الآن متسيد فيها الأهلي النتيجة والأداء وبيحاول كده على فترات فريق سموحة يظهر داخل الكادر وإن كان لعبته لسه معرفوش طريقهم كده لاكتساب النقاط ولكن هو الطريق طبعا صعب جدا لخبرة وتألق لاعبي النادي الأهلي وخبرة وتألق حوائط الصد الأهلوية وطول قامتها الفارعة وإن كان فريق سموحة يقدر يحافظ شوية وما يغلطش بسهولة يعني حتى الكرة اللي تكون صعبة عليه يحاول يدخلها بس ملعب الأهلي ويعتمد على خطأ الخصم بالتدريج ويلعب إرسال مؤثر إلى حد ما إن شاء الله ونحاول كده نمشي في الأداء عشان نستمتع كلنا بالأداء. لا شيء الجميع في بداية الشوط الثالث والإرسال مع أمير وإرسال قوي واستقبال من أحمد سعيد والمنطقة الخلفية اللي هي البقعة السحرية النهاردة اللي بيستغلها كده عبد الله عبد السلام ويلعب بيها كتير مع احمد سعيد واللي تألق فيها حتى الان احمد سعيد وبيهرب عن البلوكات القويه لنادي سموحه ويضرب كده في المناطق الخلفيه وشايفين مروان عبد الباقي في بدايه التشكيل للشوط الثالث بعد ما قال كده ان هو ممكن يبقى متقن النهارده وكره قويه بيضربها ادهم ده رقم 23 عفوا شريف ايمن نفس ستايل ادهم كده شويه مروان على الارسال ومحطوط مروان من اتكر يعني بيطلع من وراه المعد في لفتين واثنين سموحه واحد الاهلي اثنين مروان واحد سموحة استقبال كده غير متقن وترجع لشكري شكري مش قوي في الضرب بيحاول يتصرف في اي كرة ودي مش مواصفات طبعا لاعب محترف قوي ولكن مواصفات لاعب نقدر نضمنه في اوقات صعبة وخلي بالك يا عبد الله هنا سلامتك تهمنا ثلاثة سموحة واحد الاهلي كان ايدينا هنا ممكن تعرض لخطوره عبد الله الكره كان خلاص كيلينج فمعلش وادي هنا استقبال رائع من معوض وتترفع كده لشكري جواني بيرد عليا بقى يقول لي انا اقدر اجيب نقطه ولا ده احمد سعيد هنشوف كده تلاقي احمد سعيد لا ده قطب كمان لان هنا بيثبتوا الاهلي وهو في الدوران ده بيثبت قطب من 4 وبيلعب شكري من اتنينات وادي شكري رجع على الارسال وارسال على منصور وضرب قوي ساحق من اللاعب رقم 23 شريف ايمن اللي نزل كده في الشوط ده وكانت بتاعتك يا معوض ولكن وقفت فوق انزل تحت شويه يا معوض 4 سموحه 2 الاهلي ويحيى رجع على الارسال يا ترى هيبقى ند بقى سموحه في النتيجه كمان في الشوط ده ولا هيكتفي باداء مميز كده ويسيب النتيجه للنادي الاهلي
وادي عبد الله من منتصف الشبكه واسقاط عالي قوي من حليم، ما كانش متعود عليه عيب، ولكن طلع له اثنين بلوكات قويه جدا وفكر ان هو يعملها اسقاط لان ما كانش فيه تغطيه خالص على حوائط الصد. وبيشجع هنا فرقته بقى لرامي السعيد ليبرو الفريق، عبوا على الارسال، استقبال جيد وكره من منتصف الشبكه بيحاول فيها برايا، ولكن بترجع تاني لملعب سموحه وتتدرب في التاتش كده، يعمل عليها تراي عالي قوي شكري، وترجع لعبد الله اللي بيرقص بيها الجميع، واستقبال خاطئ من ابو ريا، يرجع بسهوله لملعب النادي الاهلي، وعبد الله يقلبها تاني في مركز اثنين اللي بيضرب قطب كده كوره اعتمادا على التاتش بقى ولا ايه، ولكن خارج الملعب يا قطب ومش تاتش في حد. اتقدمت خمسه سموحه ثلاثه الاهلي، وادي ارسال تاني قوي ولكن خارج الملعب. زي ما قلنا لو سموحة عايزة تخش كمان في النتيجة، هي أداءها كويس ومميز، وإن كانت عايزة تكسب نتيجة معينة مع الأهلي لازم تحافظ على الإرسال وما يبقاش عندها ريسك عالي قوي كده تضيع بيه الإرسال. وأدي هنا إرسال قوي من قطب يرجع على سن الشبكة لدولة بقى اللي بيقطع الكرة كده بريست إيديه تخبط في كوع الحائط الصد أمير وتنزل بنقطة مباشرة في ملعب سموحة ويعدل بيها النتيجة خمسة الجميع. تاني قد رقم 15 على الإرسال. لسه الشوط الثالث ما بدتش بقى معلمه، يا ترى هيروح لمين؟ ولكن سموحة حتى الآن متماسك وبيأدي كده أداء قوي، وأدي حوائط صد من عادل وكان فيها تراي عالي قوي، وترجع بتراي عالي جدا لشريف أيمن، وتاني في مركز اثنين لا في مركز اربعه لاحمد سعيد بيضرب كره قويه قوي في حوائط الصد وامير وتنزل بنقطه مباشره ما بيكونش عليها تغطيه. وادي ابو ريا بيشجع بقى فرقته بيحاول يخليهم يحافظوا على ادائهم المتميز حتى الان. قطب على الارسال رقم 15، ارسال قوي جدا دانت مدفع ما شاء الله من قطب، وترجع كده باستقبال غير متقن ولكن يلمها شكري جويني وعبد الله يعكسها لاحمد سعيد، واول حائط صد يتاخد كده دانك من احمد سعيد يكون على ايد امير المحترف المصير فريق او معد فريق سموحه. منصور يرجع على الارسال، منصور محمود رقم 16 يعلي كورته ويضرب كره قويه تخبط في الشبكه ولكن يلمها شكري جويني، وعبد الله كده يبص بطرف عينيه على انه يرفع في مركز اثنين ولكن يرميها في منتصف الشبكه تخبط في سرد بلوك طالع ليه عدوله او دوله زي ما بيقولوا له ولكن في خارج الملعب. سبعه الاهلي سته سموحه، والارسال لاحمد سعيد واستقبال جيد المره دي، والله عليك يا امير، وحركات كده بهلوانيه بيعملها امير تضحكنا شويه، وبيرمي بعد كورته يبدا ينزل ويشجع فرقته كده بطريقه هستيريه شويه ويعمل النقطه السابعه لفرقه سموحه. طبعا ما كانش ينفع عليها تغطيه خالص لان الراجل عامل كيلينج بليس او بليس قاتل في الملعب في النقطه على طول، واستقبال خارج 3 متر لاحمد سعيد وشكري بريست ايديه، هو ده اللي بيجيده شكري فعلا، بريست ايديه غير اتجاهات اللعب ويضحك على البلوكات ويضحك على الدفاعات وهو طالع في حته وراح لاف بريست ايديه كده في اللاين بنقطه مباشره ما يلحقش عليها حوائط الصد يلم ايديه معاه او ما يلحقش الدفاعات تعمل عليه تغطيه. الوقت المستقطع الفني الاول و8 الاهلي 7 سموحه. حتى الآن في المقطع الأول من الشوط الثالث ماشية سموحة طبقا لتعليمات مديرها الفني طارق الزفتاوي، بتحاول إنها تأمن الإرسالات بحد ما والاستقبال إلى حد ما برضو متقن، وبتضرب كده كورتها ما بتتخلصش منها زي الشوط الأول أو الثاني، وبيحاول ياخد نقطة مباشرة بالأتاك
وان ما عرفش بيعمل حائط صد قوي، ولكن لسه الدفاعات ما اتظبطتش شويه، ودي بقى مسؤوليه الخط الخلفي ويحاول كده يدعم حوائط الصد بتاعته بدفاعات قويه، عشان لو عدت من الدفاع الاول وهو حائط الصد تلاقي على طول الدفاعات المنخفضه عن طريق رامي السعيد والاثنين اللي في الخلف، وكره من منتصف الشبكه زي ما قلت بادئين يخلصوا. يحيى عمل نشاط كده على الشبكه، يحيى محمد رقم 9 اللاعب اللي قلت لكم عليه، جاي من كان في نادي القاهره وبعدين هليوبلس وبعدين راح بتروجيت وفي الاخر استقر في نادي سموحه. ويرجع امير على الارسال، ارسال ساقط كده واستقبال جيد من احمد سعيد، وفي مركز 4 لشكري اللي حاول يغير فيها اتجاه ايديه، ولكن الكور دي مش هتجيب لك كل مره نقطه يا شكري، وخد بالك ان في نقط حساسه لو اترفعت لك مش هتقدر تعمل فيها الكلام ده خالص، لازم القوة برضه شوية وتتدرب هنا الكرة خارج الملعب. ده اللي اتكلمنا عليه وقلنا لازم بعد التايم اوت اللي فات ان الفرقة ما تهدرش في النقاط عن طريق الاتاك العالي قوي، وتستخدم نص الشبكة كتير، وده بيخليها لازم تحسن من استقبالها للكرة الأولى. وعبد الله يضيع إرسال في الشبكة، يرجع ليه مروان في اللفة الثانية للفريق سموحه. ارسال قوي جدا من مروان ومتقن واستقبال خارج 3 متر ولكنه رائع. وهنا بقى المفروض ان في كده دخول لقض دخل من تحت الشبكه، وانا شايف فيها اصابه. سلامات يا قض ولا ايه؟ الانكل ولا الركبه مش عارف، لكن انا شايفه ماسك ركبته، خبط فيه اللاعب حائط الصد وكان مندفع فيها قوي قض. وادي هنا بقى حليم زعلان طبعا، النهائي بعد بكره ومحتاجين قوة أود الضاربة، وناخد بالنا من حاجة، النادي الأهلي ما عندوش حتى الآن فردة اتنين صريحة في الملعب غير أود، ولكن هو بيبدأ يحول بقى إذا كان عادل، فلو دخل عادل من اتنين هيخسر فردة سنتر، فلو دخل أحمد سعيد من اتنين هيخسر فردة 4، فبالتالي إن شاء الله يقوم كده أود بسلامة ونطمن عليه وما نقلقش زمايله بقى، ويكون في كده كفاءة واقتدار، لأن النهائي محتاجك يا قطب والبطولة فعلا واقفة عليك. إن شاء الله يقوم سلامات. مش عارفين حظوظ النادي الأهلي في البطولة دي، أكتر من لاعب بيتصاب وكلها إصابات بقى قضاء وقدر، يعني مش حاجة نتيجة أحمال خطأ ولا حاجة، يعني لاعب يخبط في التاني، واحد ينزل على رجل زميله، شكري بيعمل إرسال راح نازل رجليه راح حصل فيها جزع بسيط. كل الإصابات ديت ما بتكونش نتيجة أحمال خاطئة، ولكن طبعا لما أخبط في زميلي أو كده وأنا بلعب بكورة فده غصب عني، فأكيد بقى. وأدي نائب رئيس مجلس الإدارة للنادي الأهلي العمري فاروق، ومعاه الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي. وطبعا بقى هنا في كده اسى شويه او حزن شويه على وجه الاستاذ العمري فاروق طبعا، عشان اصابه قد العمري فاروق، وطبعا عشان قد من اللاعبين المهمين. بس واضح ان قد اصابته بالغه، هنشوف كده. قوم يلا يا قطب ان شاء الله، اطمن كده لاعبيك وجهازك الفني ونائب رئيس مجلس الاداره بقى اللي بيتفرج عليك العمري فاروق. بس ممكن كده قطب ما يكملش المباراه دي، وهي مشكلتنا مش في المباراة اللي قدامنا، إن شاء الله يوصل بيها كده الأهلي بأداء راقي للنهاية. كده خلاص ممكن يطلب بقى الحكم تبديله، لأن أود بيبقى ليه وقت إصابة، بعدها بيبدأ الحكم خلاص يطلب التغيير، أو أي لاعب يصاب بيبقى ليه 3 دقايق خلالهم يطمن عليه الجهاز الطبي ويدي اوكي للحكم الاول ان هو سليم. وزي ما احنا شايفين كده بداوا يخرجوا قط بخارج الملعب. سلامات يا قط، ان شاء الله كده تقوم بالسلامه. وادي الروح الجميله بقى من مروان وفريق نادي سموحه اللي بيشجع قط كده، والجمهور
الواعي جدا اللي بيسقف لقطبه، وان شاء الله يكون سليم ونطمن عليه في المباراه القادمه ويكون موجود ان شاء الله بكل روح واقتدار كده لفريق النادي الاهلي. بيقول لهم بقى الكابتن تامر مجدي ارجعوا تاني لملعبكم وركزوا، خلاص هو معاه الجهاز الطبي وان شاء الله بعد ما نخلص كده نقف كلنا مع قطب ونطمن عليه. وادي حسام بقى رفيق الكفاح كده مع قطب وزميله، وادي هنا بيرجع تاني لارضيه الملعب، جهاز تدريبي كده بيرجعه لارضيه الملعب. وشايفين الكابتن جمعه والكابتن ميدو بتطمن عليه، وادي الكابتن هويده موندي نزلت من المدرجات تطمن على قطب، لانه طبعا قطب من اللاعبين اصحاب المكانه بقى داخل المنتخب القومي. واللواء خالد ابو زينه بدا كده يستدعي بقى رجال الاسعاف، اجراء بسيط ان شاء الله بس نطمن محبيه واهله ان شاء الله انه هيطمنوا بس عليه باشعه خفيفه كده ولا حاجه، ولكن هو اكيد هيبقى جزع بسيط زي ما حصل مع شكري ولا ايه، ويرجع ان شاء الله بمنتهى السلامه والاقتدار. وادي حليم هنا بيشجع لعيبته، ونزل بقى عبد المنعم ارضيه الملعب كده عشان يلعب من مركز اثنين مكان قد. طبعا كان عادل داخل الملعب واحمد سعيد داخل الملعب، فخلاص ما ينفعش ننقل حد منهم في مركز اثنين، واستخدم بقى الكابتن ميدو مسلحي محمد عبد المنعم من مركز اثنين. وقفت كده المباراة شوية، وبيحاول بقى النادي الأهلي ينهيها بأسرع طريق ممكن عشان ما يطولش على نفسه. وأدي مع عصام معوض، وكرة لشكري بيلف كده من خارج الحوائط الصد ويضرب كرة قوية بنقطة مباشرة. يرجع شكري على الإرسال، ويلعب ارسال فلوتر سريع ويستقبله منصور، وفي حوائط الصد بكره قويه، ولازم احمد سعيد يهدى شويه، والكابتن ميدو على طول لحق وبيقول له اهدى. كره عامله بانده فعلا، وكنا ناخر شويه بس يا شكري يا جويني، بلوكاتك عاليه قوي على الشبكه ما شاء الله، واي بانده فيها تكون خارجه بعيد قوي بره الملعب. ويحيى يرجع على الارسال، زي ما قلت لحضراتكم عمل نشاط داخل صفوف فريق سموحة، واشتغل من نص الشبكة كويس قوي وضرب كرات مؤثرة، وبيلعب إرسالات صعبة زي ما نقول عليها زحفة كده من على الشبكة. وأدي تغيير بقى، بينزل عبد العال ويطلع أحمد سعيد بعد ما لقاه كده الكابتن ميدو والحس العالي بقى بتاعه، لقاه متوتر في الأداء شوية ومتعصب على زمايله، فلازم يهدى عشان الاستقبال اللي قلش منه ده ما يزيدش. وقدر على طول يحتويه الكابتن ميدو مسلحي ويرجع عبد العال للملعب. وادي ارساله ومع استقبال اكتر من رائع من عبد العال، ومحمد عبد المنعم اللي شكله كده هيجيد في مركز اثنين ولا ايه، وطول عمره طبعا كان بيلعب مركز اربعات، ولكن طبعا لعيب تقيل ما شاء الله وخبره ويقدر يتعامل مع اي كره. عبو بيرجع على الارسال، ارسال سريع واستقبال رائع وممتع من رامي السعيد، وادي حوائط الصد اللي لسه مش ظابطه من ناحيه اربعات، وعبد العال تيجي الكره في ايديه كده. قرب السكور قوي وتفوقت حتى الان سموحه 12 11. ترجع لعبد الله لمنعم، ولكن دخل بدري منعم وبيعمل اسقاط، خلي بالك يا منعم مش وقته الكلام ده خالص، وكره كده باسقاط، ولكن بقى عبد العال يستنى تحت ويضحك على الضارب ويحاول يرجع كده يضرب من مركز اثنين، ولكن حائط صد قوي جدا وممتع. وانا شايف اللاعب شريف ايمن بوجوده كده في ارضيه الملعب عمل فارق شويه، هو ويحيى محمد وكابتن طارق الزفتاوي وكابتن عمرو راشد عارفين امكانيات فرقتهم، وفعلا بداوا يستخدموها دلوقتي، وهيحاولوا كده يضغطوا على النادي الاهلي في الشوط ده. ولكن لازم ناخد بالنا ان الشوط بيعتبر ميدالية ذهب بالنسبة لنا، بيعتبر وصول لنهائي، ولكن طبعا بدون توتر وبدون عصبية، وقدر الله ما شاء فعل في ظروف قرب، وإن شاء الله نطمن عليه كلنا بعد المباراة. وقت مستقطع كان طالبه الكابتن ميدو يهدي كده الأجواء شوية ويوقف النتيجة، ويقول بقى تعليمات لمحمد عبد المنعم يتعامل مع الدنيا إزاي مع الكور اللي بترفع له في مركز اتنين، ويقول له عبد الله يحاول من كل كرة استقبال جيد هيرفعها اكيد في منتصف الشبكه. وادي فعلا اهو وهتترفع لسه سريع زي ما قلت لك،
وكره خارج الملعب فعلا بلوك ولكن خارج الملعب. ما تركزش يا عبد المنعم مع الفريق الاخر، سيب الحكم يركز هو، وما نركزش خالص يا عبد الله عبد السلام غير في ملعبنا بس. لعيب كبير وعارف طبعا الكلام ده، وادي قطب هنا هيطمنوا عليه بس الاجراء وقائي وتحفظي كده وهي اشعه. ومن منطقه الخلفيه وعادل كده تاخد الكوره ايديه. لكن رفعه جيده جدا بقى وضربه اقوى من مروان اللي اتحط النهارده كده في اداء راقي جدا مع اواخر الشوط الثاني ونزل من بدايات الشوط الثالث. منصور ارسال طويل وساحق على عبد العال ولكن استقبله بقوه قوي وضرب كره تعمل بنده في ايد حائط الصد عبد العال. ما كانش لاحق طبعا يروح ابو ريا، ما ينفعش يسيب عادل. كره ثانيه عبد العال على الارسال، ارسال سريع واستقبال غير متقن، وعبد الله عبد السلام برست ايديه كده يضحك على الجميع ويرمي كره كده في منطقه فاضيه وبهدوء اعصاب وثبات انفعالي يبص كده عبد الله عبد السلام، ولكن طبعا هي مش بصت حاجه غير انا خدت النقطه. وكره ثانيه من عبد العال مع استقبال جيد المره دي من رامي السعيد وديفنس قوي جدا او دفاعات قويه من محمد عصام معوض وفي مركز اربعه، وكان جاي عدوله متاخر وفي لمس شبكه بيحسبه على عبد الله عبد السلام الحكم الثاني. ادي بقى كده مناوشات دمها خفيف ما بين عبد الله وامير، طبعا بيتقابلوا كتير بقى في المنتخبات. وابو ريه يرجع على الارسال ويبقى قدام محمد يحيى او يحيى محمد، وكره من مركز اربعه ولكن حائط صد قويه على شكري، وزي ما قلنا شكري مش بيتميز بالقوه الضاربه القويه ولكن بيتصرف برست ايديه، ولو اتمسكت منه الكره كده مع فرق قويه مش هيقدر يعمل فيها حاجه. و15 سموحه 14 الاهلي، يا ترى النتيجة دي مظبوطة؟ الكابتن ميدو كان طالب تايم اوت من شوية فما اظنش انه يطلب تايم اوت تاني دلوقتي، فقال كده ايه 15 14 ولا 16؟ اظن ان التايم اوت دوت خد اكتر من دقيقه، اكتر من 30 ثانيه، فمعنى كده ان السكور 16 14 وهنتاكد كده تاني ونرجع لكم. ابو ريا ما زال على الارسال، ارسال سريع واستقبال رائع من عبد العال، وكره من شكري ادي بريست ايديه اهو، شكري بيبدا يغير كده اتجاهات اللعب ويلعب كره في الزاويه الحاده بنقطه مباشره او الزاويه القصيره بنقطه مباشره، كان داخل شويه برايه ناحيه الملعب. و15 الجميع بناء عن اللي مكتوب قدامنا على الشاشه. دور على الارسال وادي استقبال خاطئ تماما من منصور بعد ارسال سريع كده من دوله. 16 الاهلي 15، يبقى النتيجه غلط، لان لو 16 كان الاهلي اخد تكنيكال تايم اوت، ولكن انا اتوقع دلوقتي انه 16 الجميع وهمشي مع حضراتكم على كده 16 الجميع. دوله ما زال على الارسال واستقبال على 3 متر وكره كده سريعه من يحيى، اللي بقول لحضراتكم ان يحيى عمل نشاط والكره كان ممكن تبقى انسايت ولكن طبعا انا مش شايفها كويس، وحامل الرايه بقى والحكم الثاني والحكم الاول مديني اشاره ان الكره خارج الملعب. ودلوقتي 17 16 ارجو التعديل بس 17 سموحه. ارسال على امير
17 النتيجه لسموحه 16 الاهلي، لان زي ما قلت لحضراتكم كان في الوقت المستقطع اولا زاد عن نص دقيقه، ثانيا كان الاهلي وصل النقطه 16 15 ولو كده. ايوه فعلا تعدلت النتيجه ولا ايه مش عارف. لا المفروض سموحه ايوه 17 فعلا كده النتيجه مظبوطه 17 الاهلي 17 سموحه. وادي هنا من منتصف الشبكه ولكن مش بتاعتك دي يا يحيى. يحيى بياخد الكور الوان او الوان اوبن، ما بياخدش الكور البي، وطبعا لازم بقى يكون المعد بتاعه حافظ كده. وادي النتيجه فعلا بقى تمشي معانا صح اهو 18 الاهلي 17 سموحه. سلامات بقى القطب كده بنطمن عليه، هو عنده جزع خفيف كده في الرباط الخارجي بالركبه ودوت الكشف المبدئي، وراحوا كده عشان يطمنوا عليه في المستشفى، وان شاء الله يطمننا كلنا، وان شاء الله تبقى سلامات يا قطب، وكل جمهورك مستنيك في النهائي ان شاء الله. كده مضروبه في الشبكه ورايح السكور ناحيه الاهلي شويه 19 17 ومازال لسه في دربكه. وهنا منعم بينبه كده شكري انت وقفت على الشبكه ليه يا شكري؟ احنا سيبنا الكوره لان ما كانش الراجل جاهز ليها ولازم تبص كده شويه. وطبعا بقى هنا خبره عاليه قوي من محمد عبد المنعم وحليم، وكره بتتضرب في البتوين ما بين حوائط الصد بتعمل نقطة مباشرة. وثابت دلوقتي شكري جويني في مركز 2 وثابت محمد عبد المنعم في مركز 4 ورجع على الإرسال مروان عبد الباقي 18 سموحة 19 الأهلي. وأدي نقطة مباشرة من استقبال خاطئ نتيجة إرسالات قوية جدا لفريق سموحة 19 سموحة 19 الأهلي. وقلنا لحضراتكم مروان مباراة أمس ما كانش فيه إرسال بيروح للملعب، ولكن النهاردة مصمم بقى إنه يلعب إرسالات قوية وحسدناه ولا إيه؟ وكرة تانية في الشبكة من مروان تنقل الإرسال لملعب النادي الأهلي 20 الأهلي 19 سموحة. وشكري يرجع المناطق الخلفية وعلى الإرسال، إرسال سائط ولكن استقباله سهل جدا يا شكري. ومن مركز 2 اللاعب البديل شريف أيمن اللي نزل في الشوط الثالث وشايفه حتى الآن ما تمسكش منه بلوك واحد لأنه بيوقف دراعه فوق حوائط الصد ويضرب بريست إيديه كده ما بينزلش بدراعه خالص. مواليد 93 شريف وعنده متر 92 وارتقاء عالي ما شاء الله 3 متر 40 للهجوم و3 متر 30 للاتاك. وادي عبد العال بيرد علينا هنا وبيقول برضو انا عندي مميزات لازم تقولها اثناء تعليقك يا كابتن، وانا بضرب برضو من 3 متر 25 و3 متر 10 بلوكات وعندي 29 سنه ولعيب خبره خلي بالك. وادي هنا ارسال قوي واستقبال عالي قوي وتروح كده الكره المنصور، وقد ايه سرعه رد الفعل لعبد الله عبد السلام وكره في التاتش ولكن سرعه رد فعل مره اخرى، وبيحسب الحكم الثاني لمس شبكه على سنتر البلوك وانا مش شايف اي مؤشر كده ان الراجل ما لمسش الشبكه، نزل ساكت تماما وحس فعلا ان هو جايب تاتش نت. سلامات يا قطب، طبعا بنطمن بقى للمره الثانيه كده مشاهدينا على قطب. والكشف المبدئي لقى كده جزع خفيف في الرباط الخارجي وان شاء الله كده يتماسل للشفاء سريعا، وبيطمنوا عليه بس باجراء اشعه وقائيه ان شاء الله او تحفظيه عشان يشوفوا مدى الاصابه قد ايه. عبوا على الارسال رقم 3 عبوا و22 الاهلي 20، والنقطه دي هتبقى فيصل في نتيجه الشوط ده هل هيستمر بقى التعادل ولا ايه. وادي كره ثانيه سريعه واستقبال جيد ورائع وهتروح للاعب اللي نزل بديل وفعلا ما تمسكش منه كره حتى الان
وعادل كده بيعمل منه تاتش بلوك ولكن خارج الملعب يا دولة. وكرة تانية لشريف أيمن 23 رقم 23 توصل كده النتيجة سموحة 21 ويرجع شريف على الإرسال وبيضيع إرسال في توقيت قاتل جدا وخارج الملعب فعلا 23 الأهلي 21 سموحة. وشكري كده بيتفق مع معوض نتحرك ازاي للكرة الجاية ومنع معاه الإرسال. وطبعا بقى هنا علامات كده زعل شوية على وجه اللواء خالد أبو زين المدير الإداري نظرا طبعا لإصابة قد، ولكن طبعا عارفين إن رجالة الأهلي ما بتقفش على حد خالص، بنقول له ألف سلامات والأهلي عنده المزيد والمزيد إن شاء الله اللي يعوض قطب كده لو ما لحقش معانا النهائي، ولكن يقدموا له كده البطولة هدية وتقديرا لجهوده. والكرة نوت باص فعلا وحكمها الحكم الأول باقتدار عالي قوي، الكرة جاية في الحافة العليا اهي وردة على خارج الملعب ما لمستش أي لاعب، و24 21 وباقي نقطة واحدة. ونبارك للأهلي تأهله للنهائي مع نادي الجيش ونستنى بقى الديربي، ولكن لسه في كلام تاني لنادي سموحة والنقطة 22 24 هنشوف مين اللي راجع الإرسال، ولازم لو عايز يفضل في الجيم يحافظ على إرساله أو يلعب بقى قوي بريسك عالي طبقا لتعليمات طبعا مدربه. ولو أنا مكانه وهو عنده إرسال قوي بريسك ألعبه كده، لأن النادي الأهلي لو اتلعب عليه إرسالات سهلة هيخلص النقطة بسهولة. ومنصور فعلا لازم يلعب ارسال سبايك بريسك عالي، ولكن اختار ان يلعب فلوتر سهل قوي، وادي الكره خلاص هتنتقل للاهلي ولا ايه. ولكن هنا عبد الله استعجل وفي حوارات الصد ودفاعات قويه من منعم، وعبد الله تاني لشكري خارج الملعب لعبد العال، عفوا مش وقتها خالص يا عبد العال انت وعبد الله. عبد الله استعجل قوي في البليسنج اللي حطه وكان معاه ضريبه اقويه، وادي تايم اوت بيطلبه الكابتن ميدو. و23 سموحه 24 الاهلي. طبعا هنا بقى استراتيجيه الارسال عن كابتن طارق الزفتاوي، اختار انه يتلعب ارسال فلوتر خفيف كده عشان يضمن بيه. والاهلي لو كان استغل الاستقبال الجيد والرائع من معوض ولاعبي مركز اربعات عبد العال وشكري جويني كان يقدر يعمل بيها حاجه كويسه، ولكن استعجل عبد الله باسقاط كده قدر يلمه نادي سموحه وعمل كونتر اتاك قوي جدا حقق بيه نقطه مباشره لفريقه. وهل بقى هيكررها تاني؟ طبعا بيتهيألي خلاص هيلعب برضو ارسال سهل كده مع الوزن نادي سموحه، وخرج عبد العال ونزل احمد سعيد. طبعا الكابتن ميدو عارف انه محتاج قوه الضرب اكتر، وفي رأيي الشخصي مع الإرسال ده لازم نجنب أحمد سعيد خلاص ونركز معاه في الضرب، لأن الإرسال سهل جدا. وأنا شايف معوض فعلا عمله كده، قدمه أحمد سعيد أهو قدام وميل عليه شوية شكري جويني يستقبل مكانه عشان سعيد يبقى جاهز لنا بس للأتاك. وعمل هنا تغيير تاني ونزل بقى شريف عبد الرؤوف نزل مكان منصور. ويا ترى إرسالك يا شريف هتلعبه على مين وهيبقى سهل ولا إيه؟ هنشوف كده. والكابتن ميدو بيترقب مباراة الدخول لنقطة الدخول للمباراة النهائية. شريف عبد الرؤوف وما زال ينتظر، وشريف وإرسال برضه سهل واستقبال رائع من الجويني وأحمد سعيد من فوق حوائط الصد بنقطة مباشرة. ونبارك للنادي الأهلي تأهله للمباراة النهائية يوم الخميس إن شاء الله مع نادي الجيش. نطمن على قطب ان شاء الله بسلامه كده. وتحياتي لكم، كان معكم محدثكم عزب الشرباجي، ونرجع للكابتن هيثم في استديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.